قامت السفارة الهولندية بالتعاون مع منصة أرت ميجو بعمل مشروع الجداريات اللي بتحكي عن الصحة النفسية وأهميتها، خاصة بالظروف الراهنة وأزمة كورونا. وأكيد هاي الجداريات كانت بأيدي فنانين محليين من الأردن. تعالوا نشوف التقرير التالي. اشتغلنا مع فنانين محليين لهاي الحملة اللي هم الفنان عمر شاهين، سارة علان، ساندرا سركسيان ورندا أبو رحمة. كل فنان تناول موضوع الصحة النفسية بمنظوره الشخصي بطريقة كتير حميمية، زي كأنه كل واحد من تجاربه الشخصية خلق عمل فني، وبالآخر صار في تعاون بين الفنانين لحتى يخلقوا زي سلسلة أعمال فنية اللي هم ثلاث أعمال منشوفها بمنطقة جبل عمان وجبل الويبدة. تهتم المملكة الهولندية بتمويل مشاريع مختصة بإدماج الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في برامج مختلفة، خصوصاً في المجتمعات المهمشة. هاي البرامج ممكن تكون برامج تعليمية أو برامج تعنى بالحماية الاجتماعية. من ضمن هاي النشاطات اللي خلينا نحكي بتكون داخلة بهاي المشاريع، واحدة منها ممكن تكون تقديم الدعم النفسي للعائلات المهمشة أو للأطفال المعرضين للإساءة داخل مدارس أو خارجها. بالنسبة للحملة اهتم بالصحة النفسية، اطلقتها السفارة الهولندية يوم 10/10 اللي هو بيصادف اليوم العالمي للصحة النفسية، واطلقناها مع شركائنا أرت ميجو. هدف الحملة هي تسليط الضوء ورفع الوعي على أهمية الصحة النفسية، خاصة بالظروف الصعبة اللي احنا عم نمر فيها هلأ مع أزمة كورونا، مع الناس عم تشتغل من البيت والأطفال بالبيت عشان التدريس عن بعد. كل هذا بيأثر على الصحة النفسية، ومن خلال هاي الحملة حبت السفارة من خلال الفن العام إنه نركز الأهمية على الصحة النفسية، وهدول الرسومات والجداريات بيكونوا كعلامة للمواطنين بس يمرقوا من جنبها يتذكروا قدي مهم الصحة النفسية لإلهم، لعائلتهم، لأحبابهم. We'll be right back.